قدم السيد بن حجي بوزين رئيس الجمعيه سيد محمد الحمار، كنشكره السيد العامل ورئيس المجلس الاقليمي على هذه المبادره وحنا فرحانين معكم. سيدي اولا تشكر القناه ديال الفجر، معكم سعيد الشريخ رئيس جمعيه المنصر للنقل المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصه. كنشكروا من هذا المنبر المجلس الاقليمي وعلى راسهم السيد جواد والسيد رئيس المجلس الجماعي سي شليخ ميلود اللي قام بواحد المجهود كبير واحد دور مهم على اساس باش يجيب لنا هذه السياره للنقل المدرسي، لان عندنا واحد الاكتظاظ وعندنا مازال محتاجين للسيارات. وكنطلبوا من الرئيس يعاود يزيد بدا المجهود الكبير كبر من هذا الشيء، لان مازال واحد جوج طوموبيلات ان شاء الله في طور الانجاز ديال المبادره الوطنيه. على الاقل جوج ان شاء الله بحول الله. وشكرا اختي. رحيم السيد محمد العوني رئيس جمعيه الرحمه جماعه المقرن، ناشط جمعوي الحمد لله. كنشكر السيد العامل على هذه المبادره اللي غينقد منها التلاميذ ديال جماعه المقرن، لان البعد اللي على حسب الاعداديه راه بعد زعما كيشكل عائق كبير، والحمد لله نطلبوا من الله التيسير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم ياسين الخلطي رئيس جمعيه مسار للتعليم والنقل المدرسي. اول كلمه كنشكر السيد العامل على هذه المبادره اللي فرحت جميع التلاميذ، غير شافوها في التليفون فرحوا، هذه باقا حتى ما شافوها مباشره وركبوا فيها. وكنشكروا السيد رئيس المجلس الاقليمي السي جواد غريب، وجزيل الشكر لكافه الاعضاء ديال المجلس الاقليمي المجلس القروي اللي سقطلات، ومن ضمنهم السيد الرئيس السي احمد الزهيري. وهاد الفرحه راه الدراري ماشي لينا حنايا كجمعويين ولا شي حاجه، وهذا هو الهدف اللي حنا كنا كنطمحوا ليه باش نوصلوا ليهم واحد السياره للتنميه.